يقول السائل: ما حكم قول ونعم بالله؟ لأني سمعت من بعض طلاب العلم أن هذا لا يجوز، فهل كلامه صحيح؟ وما معنى قوله تعالى: نعم المولى ونعم النصير؟ لا تقول ونعم بالله، نعم الله نعم المولى ونعم النصير. نعم بالله هذه عامية، ما لها أصل، هذه عامية ليس لها أصل. قل ما جاء في القرآن: نعم الوكيل، نعم الوكيل. لا تقول ونعم بالوكيل. وبقية السؤال صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم قول ونعم بالله؟ عرفنا أنه ما يجوز. نعم أحسن الله عليك. بقية السؤال. طيب، لأني سمعت من بعض طلاب العلم أن هذا لا يجوز، وما معنى قوله تعالى: نعم المولى ونعم النصير؟ بارك الله فيك. نعم، اللي قال لك أنه لا يجوز صحيح، لا يجوز هذا ونعم بالله. نعم المولى الذي يتولى أمورنا، ونعم النصير الذي يناصرنا. نعم أحسن الله عليكم.